رجعنا معكم مشاهدينا جريدة اليوم. بهالفقرة بصرنا نستضيف معنا هدى رزق، الباحثة في علم الاجتماع السياسي. أهلا وسهلا فيك معنا أحلى. لليوم ضيفة عزيزة. أهلين، صباح النور. أهلا. الأجواء غنية إذا فينا نقول، من وين بتحب نبلش؟ يعني خلينا نبلش من لبنان. أكيد، لأنه من لبنان ضروري، والجامعة العربية وقرار الجامعة العربية. فطبعا لازم نبلش من قرار الجامعة العربية قبل ما نبلش فيه، هو فإنه هذا القرار طبعا اللي كان مش مفاجأة، خلينا، لأنه السعوديين أساسا كانوا نبيين يطرحوا المسألة على الجامعة العربية وقالوا هيك. وحتى القرار كمان منه مفاجئ، بس الملفت انه كان في دول كتير عربيه غايبه، معناتها انه ما في اجماع عربي على هذا القرار. هي معناتها كمان انه السعوديه ما نجحت بانها تعمل اجماع على القرار، على القرار اللي اخذته. هلا على شو عم بتجاوب بهالقرار؟ هل هي عم بتجاوب على قرار امريكي مثلا، على اعتراض امريكي وعقوبات امريكيه بشان حزب الله؟ بعتقد في تنسيق ما بهي المساله، بس ولكن عدم وجود اجماع عربي على هي المساله طبعا بخلي هذا القرار يعني قرار سياسي اكثر، واعلامي اكثر ما هو قرار فعلي، لانه الجامعه العربيه رغم كل نقدنا عليها بالاخير هي بحاجه لاجماع تتاخذ قرار من هالنوع. هذا القرار هن بيعرفوا كثير منيح السعوديين انه هذا القرار يعني مش قصه ضد حزب الله، هو بالاساس اليوم ضد لبنان، لانه اليوم مش بس لانه حزب الله جزء من القرار اللبناني، ومش لانه حزب الله مثلا كان عم بيشارك بردع داعش وانه هو جزء من الحكومه الى اخره. فكل هاي المساله يعني هي موجهه خلينا نقول لاسباب الى علاقه، اول شيء يعني هني قالوا مباشره بمساله الصاروخ اللي سقط على الرياض، بس قالوا في دليل وما شفنا الدليل. مهم انه ممكن يكون في صاروخ سقط على الرياض، بس ولكن يعني ليش اتهام لبنان باعتبار انه يعني الحوثي مرتبط بإيران؟ بس بدنا نلفت، في فيديوهات لحزب الله ببين انه عم بدرب الحوثيين بإيران، انتشروا قبل مش هلا. بس بدنا نلفت نظر، يعني بدنا نلفت لشغله كثير مهمه، هي انه الايراني بالسياسه اكيد هو يعني مع الحوثي، بمعنى انه اقامه توازن او شيء من هالنوع بالحكم او ايقاف الحرب من شان حتى يصير في حوار سياسي. ولكن السؤال انه هل هاي الاسلحه اللي عم ينحكى عنها عم توصل فعلا من ايران اليوم هلا بظل الحصار، عم توصل هلا من ايران على اليمن؟ هيدي نقطه. هلا هل قصه انه حزب الله يدرب الحوثيين؟ طيب هو يدرب الحوثيين، بس هل هو اللي اطلق الصاروخ؟ هلا طبعا هنالك اعتراض انه حزب الله هالقد صاير اممي، بمعنى انه بدرب باليمن. في اعتراض اكثر من قصه اليمن، منتشر بكل الدول، يعني هي حسب ما هي مش قصه اليمن لحالها، هي القصه الكبيره هي قصه سوريا، والخساره الكبيره اللي منيت فيها السعوديه ويعني حتى قطر بسوريا. فطبعا السعوديين بيتوأنوا بيعتبروا سوريا بلد عربي، واذا كان في نقاش اليوم او يصير في حوار سياسي بسوتشي او غيرها، فلازم يكون لدوله عربيه مثل السعوديه حصه الاسد، يعني بالنفوذ داخل سوريا. طبعا السعوديه كان لها هذا النفوذ على ايام السنتين، نحن بنتذكر، وانه ما كان يتخذ قرار بلبنان الا انطلاقا بين سوريا والسعوديه. فطبعا السعوديه وقت بتأيد اللي صار، يعني الحرب اللي صارت بسوريا، وبتدعم المسلحين الموجودين، وبتتخسر هالاموال كلياتها، فمقبيلة هي بتعتبر انه كان لازم يسقط الاسد، ومقبيلة كان لازم يعني كان لازم يكون في ربح على القليله حد ادنى بالسياسه. طبعا هذه
خسارة، خسارة كتير كبيرة للسعودية، مش بس خسرت بالعسكر ولكن هي خسرت بالسياسة، خسرت سوريا. عوضت عنا وقد ما كان وقد ما عملت، يعني قد ما كان عم تحاول يعني عرفتي انه قد ما كان بالأخير يعني بالنسبة لها الخسارة كبيرة، لأنه بالأول كان في علاقات، حتى لو كان ممكن يكون في مشاكل بينها وبين سوريا، ولكن يوم حلت محل تركيا، وتركيا هي حليفة قطر، بالتالي السعوديين إذا بدوا يطلع لهم يعني مش يعني رح يطلع مش لهم حدا. نفوذ فعلا نفوذ رح يكون كتير كتير ضعيف هالمرة بسوريا، مش مثل ما كل عمره يكون، وهي دولة عربية بالنسبة لهم، بيعتبر هن أنه إيران طبعا تتحمل هذه المسؤولية، حزب الله بقتاله بسوريا يتحمل هذه المسؤولية وبدفاعه عن 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 سوريا وعن النظام بسوريا. فبالتالي طبعا هيدا الموقف اللي نحن عم نشوفه مش بس يمن، هو يمن وسوريا والخسارة الكبيرة كمان اللي بنيت فيها السعودية بالعراق، لأنه ما ننسى هي ما كانت ضد الحرب بالعراق سنة 2003، واليوم بالمسار العراقي انتبهنا أنه في خسارة كمان كبيرة للسعوديين بداخل، ففقدت نفوذها بالعراق، فقدت نفوذها بسوريا، وهي مسألة كتير كبيرة مش سهلة بالنسبة للسعوديين اللي هن طرحين حالهم أنه هن الزعامة اليوم بالعالم العربي. خلينا نشوف الصحف كيف عنونت اليوم. بالبداية مع صحيفة النهار: استقلال مكتمل النصاب، تليه أزمة حكومية، والعرب يلوحون بمجلس الأمن، حزب الله يدعم الإرهاب في المنطقة. هنا بالإشارة للاستقلال لتأكيد الرئيس الحريري حضوره عيد الاستقلال الأربعاء. أكيد يعني هنالك احتمالات، اليوم نحن قدم احتمالات. هلأ كان في احتمال قبل اجتماع الجمعة العربية أنه الحريري يجي ويقدم استقالته ويرجع يروح على باريس. هلأ هنالك اتفاق سعودي فرنسي، ونحن فعلا مش عارفين شو هو الاتفاق. هل هو الاتفاق أنه أن يأتي الحريري اليوم ويشارك بعيد الاستقلال ويقدم استقالته ويقول أنه أسباب استقالتي مثل ما شفنا بالجمعة العربية، خلينا أقول وكأنه القرار الجمعة العربية شكل رافعة لما سيتكلم عنه الحريري وقت يجي على لبنان، لأنه الحريري إذا هذا هو القرار فإذا الحريري رح يحكي انطلاقا من هذا القرار، يعني رح يأخذ نفس الموقف ويقول أنا استقالتي هي بسبب مشاركة حزب الله وبسبب أنه يعني مثل ما كان خطاب الاستقالة، مثل ما خطاب الاستقالة بجاوب على خطاب الاستقالة، وطبعا أسست هذا القرار بالجمعة العربية، عمل الأرضية اللي بده ينطلق منه الحريري بموقفه الجديد اللي رح يقوله. فساعتها يعني أنه بده يحرج حزب الله، بده يحرج القوى السياسية الموجودة، بده يحرج حتى رئيس الجمهورية بقصة أنه أنا خطأ، يعني أكد على أنه هذه الاستقالة هي بسبب حزب الله وبسبب سلاح حزب الله، ويجب أن يكون هنالك يعني تخلي لحزب الله عن سلاحه. ما بتوقع يكون الموقف مختلف عن هذا اللي عم نقوله، لأنه قبل كان ممكن الحكي عن أنه شو بده يقول الحريري، بس ولكن مع قرار الجمعة العربية صار مأكدين أنه تحضرت الأرضية لحتى الحريري. وبعدين زيارة على الكويت هو بمعنى أنه إجماع مش بس من السعودية، هو سعودية، دول الخليج، الكويت إلى آخره. بس زيارة مصر لافتة بهذا التوقيت، خاصة أنه شفنا موقف مصر كان مغاير جدا لموقف السعودية بالنسبة لإيران وحزب الله بالآونه الأخيرة. إيه شوفي، مصر عندها يعني بتعتبر حالها أن هي دولة عندها توازناتها، يعني بتعتبر أنه بسياستها الداخلية وبسياستها الخارجية أنه هي اليوم عم بتحاول تشبك علاقة مع روسيا، عم تحاول تشبك علاقة مع إيران. طيب لأنه بتعتبر لأنه حجم بالدول العربية، لأنه بتعتبر أنه في حجم كتير كبير، مش بس حجم سياسي، هنالك حجم اقتصادي. صحيح. يعني نحن اليوم بمنطقة هنالك تراجع أمريكي بالمنطقة، مش بس تراجع سياسي اليوم، يعني خلينا أقول أنه لأنه عندها مشاكل كمان اقتصادية الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه عندها الصين اليوم بلشت تنسحب، وبالتالي كل الدول
الدول اللي عندها علاقة كانت يعني تحت الخيمة الأمريكية اليوم بلشت تحسب حسابات تانية وتعتبر حالها أنه هي راحة لغير ميل. طبعاً أنه هي يجب أن تستفيد من يعني من التحالفات السياسية الموجودة، لأنه هذه التحالفات السياسية مبنية على قاعدة كمان اقتصادية كبيرة، وشفنا كيف التكويعة تبع أردوغان بسبب كمان المصالح، لأنه هو كمان اعتبر أنه في مصالح اقتصادية كبيرة في طريق الحرير. اليوم عم يعملوا سكة حديد لطريق الحرير، فبالتالي بعتقد أنه كل المنطقة اليوم رح يصير فيها تغيير، والتغيير أسبابه هي أسباب الاقتصاد وبعدين بيلحق السياسي. خلينا نتابع بالعناوين، ننتقل لصحيفة الأخبار. الحريري تحت الابتزاز، العنوان الرئيسي للصحيفة، والصورة من لقاء ماكرون، دمشق وحلفاؤها كسبوا سباق الحدود. لما منقول تحت الابتزاز، بما أنه ابنه وبنته بعضهم بالسعودية وزوجته راحت لهونيك، رح نتابع شوي بالعناوين، نرجع نعلق شوي على الموقف اللي رح يكون للحريري بعد عودته. الجمهورية عنونت إجماع عربي على مواجهة إيران، وصورة طبعا من بارح اجتماع وزراء الخارجية بالجامعة العربية. طبعا حكينا عن الجامعة العربية، حكينا عن قرار، ولكن في مسألة أنه هل زوجته موجودة صحف عنده قولوا رجعت على السعودية، أساساً هي ساكنة بالسعودية، ولاده بقيوا كرمال المدرسة. ما بقدر أقول أنا أنه بقاء الولدين الصغار بالسعودية هني حجز رهيني. لأنه هي أهلها موجودين هوني، وأكيد أنه ولادها كمان موجودين، فما فيني أقول أنا أنه هي رهينة، يعني ما في إثبات. ولكن تغيير موقف الحريري، بتقول ابتزاز، بتقول أخبار ابتزاز، هذا بيعني بأنه يعني بيعني بالنسبة للأخبار، وطبعا بيعني شيء فعلي، لأنه الحريري أساسا ما كان عنده هذا الموقف قبل. تفاجأنا وقت راح السعودية، هو تفاجأ باستقالته، تفاجأنا طبعا، هو تفاجأ بموقف السعوديين طبعا وقت اللي وصل، وطلبوا منه انه يقدم استقالة، مشان هيك كل الاحتمالات وكل التحليلات بالتالي طبعا مشروعه، يعني طبعا بالتالي هيدا ابتزاز. يعني اليوم حتى هيدا القرار اللي بده ياخذه الحريري اخذه يعني رح ياخذ قراراته انطلاقا من السعوديه. طيب هل يقبل حزب الله بالبقاء خارج الحكومه اذا وصلنا لهيدي المعادله، اذا اعيد تكليف مثلا الرئيس الحريري وبيظل هيدي المواقف انه هو ما بيقعد على ذات الطاوله مع حزب ارهابي مثل ما سمته جامعه الدول العربيه، هل يقبل حزب الله المنتصر بكل المنطقه ان يقدم تنازل جديد بلبنان برايك؟ لكن ما بعتقد انه حزب الله رح يقبل بهي القرارات طبعا، ولا رح يقبل مثلا انه سعد الحريري يكون مكلف من يعني من السعوديه ويجي يحكي بالسياسه اللي هو رح يحكي اللي حكينا عنه، يعني انه هو ضد حزب الله والى اخره. رح يعتبر طبعا حزب الله انه هيدا طبعا موجه ضد ايران، وبالتالي ضده هو، وانه نقلت السعوديه الحرب على الارض اللبنانيه. صحيح. رح تعمل اللبنانيه ساحه حرب، ترجع الارض اللبنانيه ساحه حرب بالوقت اللي نحن يعني كنا بلشنا نعيش بحاله مختلفه. هل هيدا السؤال، هل الدول الغربية موافقة؟ لأنه السعودية كمان ما فيها تاخذ هالقرارات هاي بدون ما يكون في موافقة من الولايات المتحدة الأمريكية أو من أوروبا. شفنا أنه أوروبا قالت أنه لا، نحن ما بدنا لبنان يكون ساحة، ونحن يعني مش ضامنين بالأمن بلبنان. هل ملف الناسحين هو كمان هيك عامل إضافي للخوف من أنه يروح الاستقرار من لبنان؟ يعني كمان العين أنه يضل هالمنطقة هاللبنان هالبقعة الصغيرة مستقر، يعني بكل بساطة في مليونين نازح، يعني طبعاً إذا صار في عدم استقرار رح يصير في تدافق لأوروبا. ممكن استعمال، محاولة استعمالهم للسوريين، للنازحين السوريين. هنالك قسم من يعني النازحين السوريين، يعني في إشكال حواليهم طبعا، في إشكال وفي مراقبة أمنية عليهم وإلى آخره، بس ولكن ممكن كمان يعني محاولة استعمالهم بهالموقف السياسي. يعني اليوم إذا الحريري، لما الحريري يرجع وياخد هيدا الموقف، معناته عم بفجر الوضع بلبنان. هل حزب الله فعلا بيقبل يكون خارج الحكومة؟ يعني بعتقد أنه أي حكومة، الحكومة المستقيلة
إعادة إذا بده يرجع عن استقالته فهن موجودين بالحكومة. هذا السيناريو مستبعد حالياً العودة عن الاستقالة. فإذا بده يعود عن الاستقالة حكومة تصريف أعمال. طب وإذا حكومة تصريف أعمال هن موجودين بالحكومة، وإذا حكومة جديدة طبعاً ما رح يقبل. كيف ستشكل هذه؟ إيه مين بده يشكلها؟ وهل ممكن إعادة تكليف الحريري؟ هذا السؤال. أنت سؤال إذا هذا هو الموقف فلن يكون هناك إمكان إعادة تكليف الحريري. وهي معناتها إنه نحن عم نفوت أكثر بأزمة مع السعودية. عناوين المستقبل جاءت كالتالي: بيان القاهرة يصنف حزب الله إرهابيا، ولبنان يلتزم النائب النفس رسالة حزم عربية لإيران، واشنطن وباريس للحد من النفوذ الإيراني المتفلت، الحريري يلتقي السيسي غدا، وعشرات الضحايا في غدة دمشق المحاصرة، والشدياق نقيبا للمحامين في بيروت. ونتابع أيضا مع العناوين إلى صحيفة البلد. عنونت البلد: الحكومة تتحرر من إدانة العرب، ومحطة مصرية للحريري قبل بيروت، اجتماع مغلق في أنطاليا لبحث الأزمة السورية، وحزمه غابي يخذله طي صفحة 37 عاما. ونتابع مع صحيفة الأنوار: وزراء الخارجية العرب ينقلون الشكاوى ضد إيران إلى مجلس الأمن. الحريري في القاهرة غدا قبل عودته إلى بيروت، و14 قتيلا في غارات سورية على الغوطة الشرقية، واجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران. صورة المعبرة أيضا بين نائب هي الحريري وسعد الحريري. نتابع مع الشرق: 48 ساعة حاسمة تفصل عن موقف الحريري النهائي، أول قرار عربي يعتبر إيران دولة إرهابية، تحضيرات التنقيب عن النفط وصلت إلى الجزء التقني، الفايبر أوبتيك خلال الشهر، وماكرون وترامب اتفاق على مكافحة إيران وحزب الله، منصة موسكو تشارك في الرياض، والخلاف على مصير الأسد. بعتقد رح تعلق على اتفاق ماكرون ترامب. ايه صحيح. بدي علق على هذا الاتفاق. تنقول نحن انه ماكرون اليوم هو الصورة المعتدلة تبع ترامب. يعني اليوم ماكرون قبل أقل جنون قبل في تحالف نوعا ما سياسي كان مع يعني مع ترامب، ومن وقت اللي اجى يعني رئيس جمهورية هو طبعا فرنسا بتحاول طبعا انها تكون، قبل فرنسا كانت اكثر بالحضن الامريكي، اليوم ماكرون عم بيحاول يوازن بالعلاقه. صح. مع روسيا ومع الولايات المتحده الامريكيه، عم بيحاول يخفف من غلو اللي صار مع بين السعوديين وبين بين لبنان. بالتالي هو عم يلعب الدور اللي خلينا نقول المخفف للقرار الامريكي، ولكن هنالك اجماع على ضرب الارهاب. هلا السؤال انه ايران، طبعا اليوم نحن بنعرف انه الامريكيين عندهم مشكله مع ايران، وقصه الصواريخ البالستيه، وقصه تهديد باعاده النظر بالاتفاق النووي. فطبعا ماكرون عنده مصالح كمان بإيران، ما ننسى أن أوروبا عندها مصالح بإيران، بالوقت اللي الولايات المتحدة الأمريكية عم تنتفض لأنه يعني عندها مصالح أقل. هي كانت متوقعة أنه هذا الاتفاق النووي يخلي إيران تفتح كل أبوابها للولايات المتحدة الأمريكية. هلأ أوروبا عندها مصالحها، وشفنا الرد الإيراني امبارحة على فرنسا أنه يعني مش من مصلحتك أنت أنك تتدخل، ولكن طبعا ما بيقدر ماكرون إلا ما يكون محابي، لأنه هذا الموقف محابي، ما في واجه هالقد يعني بده يكون محابي للأمريكيين، وعم بيحاول يلعب الدور المخفف للقرارات الأمريكية. مهمته صعبة يعني. طبعا مهمته صعبة. صحيفة الجمهورية اليوم حكيت عن دور جديد رح تلعبه فرنسا، وساطة بين السعودية وإيران، متابعة للمبادرة اللي أخرجت الحريري من السعودية. قديش هيدي المعلومات برأيك دقيقة، أو في منا شيء على أرض الواقع، أو بتوصل لنتيجة أصلا؟ خليني أقول أنه هي محاولة، بس يعني ما حدا بيوصل لنتيجة إلا الولايات المتحدة الأمريكية. وقت بتخفف الولايات المتحدة الأمريكية عن إيران، وقت اللي بتخفف عن يعني هجومها على إيران، ومش متوقع هلا لأنه ترامب علاقة كتير جيدة مع إسرائيل، ونعرف إحنا أنه إسرائيل أساسا هي اللي قايمة قيمتها أساسا على إيران. فبالتالي غير متوقع اليوم أنه تخفف الولايات المتحدة هالهجوم، ولكن فرنسا لأنه كمان إلى مصالح بإيران وإلى مصالح بالسعودية مضطرة تلعب هيدا الدور، تلملم الوضع تتقول أنه أنا مش ضد إيران بس، ولكن وطبعا مع السعودية، بس أنه مش ضد إيران.
نتابع مع الديار. ترامب اتفق مع ماكرون على مواجهة إيران وحزب الله. مؤتمر القاهرة وصف حزب الله بالإرهابي، ولبنان اعترض على هذا الوصف. الجامعة العربية تدين التدخل الإيراني، وسليماني يعلن تحرير البوكمال السورية. نتابع مع الصحيفة التالية وهي البناء. البوكمال حرة، سليماني يقود النصر، ونصر الله يطل اليوم بالمناسبة وسواها. بيان عربي باهت، وموسكو طهران أنقرة للحل السوري وأزمة فلسطينية أمريكية. الناشف في التأسيس حزب مقاومة ووحدة مع الأسد، وعون ونداء للقوميين. هلأ نوصل للكاريكاتور. صحيفة الشرق، الحريري إلى مصر بعد فرنسا باريس. مصر المهم أنه جاي يعيد الاستقلال هون، بيقول رئيس الجمهورية. في كاريكاتير بعد الجمهورية مع أنطوان غانم. البابا، أصلي لأمن لبنان وفرنسا تحتضن الحريري. مين قلنا بعد غير البابا والماما؟ الأم الحنون. أما النهار، اجتماع وزراء خارجية الدول بنيسيون. العربية، لبنان مقصص. بس اجى اذا بدك امبارح البيان يعني اخف شوي من التوقعات، كنا متوقعين بعد اكثر نجاح دبلوماسيتنا بهذا الموضوع. يعني هو موقف رئيس الجمهوريه اساسا والدبلوماسيه اللبنانيه عملت جهد كثير كثير كبير، وفعلا المواقف اللي اتخذها لبنان يعني بشخص رئيس الجمهوريه كانت مواقف غير متوقعه بالنسبه لبعض القوى السياسيه بلبنان وايضا للدوله السعوديه. فلبنان طبعا رئيس الجمهورية مثل فعلا سيادة واستقلال لبنان. هلأ اليوم هل هنالك للحريري مشاكل داخلية في السعودية؟ ومش كل القصة هي مشاكل سياسية مع إيران وحزب الله. كمان هاي المسألة يعني مش يعني سمعنا عنها، ممكن تكون مظبوطة وممكن يكون فيها يعني حتى داخل السعودية يعني ما انه مستقر كل ما يحصل السعودية. هنالك مشاكل، وبنعرف نحن انه سعد الحريري محسوب على متعب ابن عبد الله، وهو كمان عنده مشاكل جوا. اللي عم بتقول الصحافة الأجنبية انه صار بالمستشفى، متعب وانه حالته دقيقة جدا. وسمعنا امبارح كمان انه تم افراج يمكن عن الوليد بن طلال ضمن الصفقة اللي عرضتها السعودية، خلوا عن 70% من ممتلكاته وثرواتهم. مشان هيك تم بيع يعني تم عرض كل ممتلكات لبنان. كمان سعد الحريري يبدو كان عنده مشاكل معينة، طبعا ما كانت مشاكل كبيرة مثل مشاكل الأمراء، ولكن ارتباطه كمان بالأمراء ممكن يكون شكل له مشكلة على الصعيد الداخلي. بس لبنان ما اعتبر، يعني اعتبر انه سعد الحريري مش سعودي مثل ما قالت السعودية. رئيس الجمهورية اعتبر انه هيدا رئيس وزراء لبنان، وبالتالي واجب لبنان انه يسأل عنه، يسأل مش بس يسأل يعني عنه، يخوض معركة سياسية من شان رئيس الوزراء، وهيدا اللي صار. وأكيد قال الحريري كليتهم طبعا توجهوا لرئيس الجمهورية، وتوجهوا له بمحاولة لإنقاذ الحريري طبعا. فهو مش بحاجة لحتى يعني بحاجة لحدا يعني يترجاه أو يطلب منه، لأنه هو كمان رئيس جمهورية بيعرف شو يعني السيادة، بيعرف شو يعني الاستقلال، بيعرف شو يعني يكون في رئيس جمهورية طبعا، بيعرف شو رئيس وزراء محجوز أو في غموض حول كل ما بالسعودية، أكثر من غموض محتجز يعني. طبعا كان محتجز طبعا، وتدخل تدخل ماكرون، تدخل الرئيس المصري. يمكن الرئيس المصري ما كتير عروق أهمية للسعودية، بس كان خجولة حركة حتى يعني حركة وزير خارجية المصري أو بنتيجة ما كان في هيك إعلان واضح. لكن مصر عندها محرجة مع السعودية، والسيسي محرج كتير مع السعوديين، لأنه طبعا السيسي هو تحالف مع السعوديين مع وقت كان الملك عبد الله. هلأ الأمراء جديد يعني حتى سياستهم مختلفة. يعني موقف السيسي لا يحسد عليه. مصر بحاجة لأموال السعودية، والسعودية مقابل هالأموال تطلب مواقف سياسية. مصر لا تستطيع أن تلبي كل هذه المواقف السياسية، وهون إحراجها الكبير يعني لمصر. دكتور هدى رزق الباحثة بعلم الاجتماع السياسي، نحن بدنا نشكرك على حضورك معنا اليوم وعلى كل المعلومات القيمة اللي زودتنا فيها. مشاهدينا بريك قصير ومتابعة من بعده فقراتنا، خليكن معنا.